بقي علينا في هذا الشريط أن نستمع إلى القصة الأخيرة، قصة صاحب الجنتين ورقمها 20. هناك رجل من بني إسرائيل أنعم الله عليه فرزقه ولدين صغيرين، رباهما الأب إلى أن أصبحا شابين كبيرين، هما أخوان ونشأتهما واحدة، ولكن سبحان الله كان طباعهما مختلفة. الأب ينصحهم باستمرار في العمل والنشأة الصالحة والبعد عن البغضاء والكراهية، ولكن بعد أن تعلموا من والدهم زراعة الأرض وحراستها وإنتاج الطيبات من الرزق مات الأب رحمه الله، مات فاقتسم الولدان ثروة والدهم. الأخ الأول أخذ نصيبه من الأرض، حمد الله شكره على النعم الكثيرة وقال: يا رب لن أنسى عبادك الفقراء، لن أتخلى عن المساكين، سأعطي المحتاج حقه من هذه الخيرات، سبحانك يا رب أرجو مغفرتك وأرجو أن تدخلني جنتك يوم القيامة. أما الولد الآخر فقد كان على عكس أخيه تماما، اختزن النقود في منزله، قفل عليها، حرم منها الفقراء والمساكين، يغمض عينيه إذا رأى مسكينا في الطريق، يضع أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع نداء الفقير ولا استغاثته، كل همه أن يزداد ماله ولا ينقص، لا يخرج منه الزكاة كما كان يفعل الأول. المال الذي يعطيه الله للإنسان عليه حق، يجب أن نخرج منه الزكاة ونطعم الفقراء والمحتاجين، والله سبحانه وتعالى أعطى الأخوين مالا ورزقهم من الأولاد والنعم الكثيرة، لكن الأخ الثاني الذي لم يعرف نعمة الله حاول أن تزداد ثروته، رزقه الله جنتين من أجمل الجنة، شجر، نخيل، ينابيع، فاكهة لذيذة، كل من ينظر إليهما يحسبهما جنتين من جنات السماء، نزلتا إلى الأرض من شدة جمالهما وحسنهما ومن كثرة ما فيهما من الخير الكثير. لم تقف نعمة الله عند هذا الحد، بل رزقه الله أولادا وأبناء ساعدوه في جلب الربح والمال، أصبح غنيا جدا، يزداد ماله تزداد ثروته أضعاف أضعاف ما لدى أخيه الأول. أخوه الأول اقتنع بالقليل من المال وأنفق في سبيل الله على المسكين وعلى المحتاج والفقير، وهو مرتاح الضمير حقا لأنه عفيف النفس، يحمد الله ويشكره ويعرف حق نعم الله علينا كلما جاءت. الغني تكثر أمواله والآخر مقتنع بالقليل دون طمع ولا بخل، أتدرون ماذا حصل لكل منهما؟ وماذا فعل الغني مع الذي اقتنع بالقليل؟ حدث ذات مرة وتقابل الأخوان، استهزأ الغني من الآخر واعتبره فقيرا، سخر منه، قال: انظر إلى حالك، لا تملك مالا ولا ولدا، أما أنا
فإنني أكثر منك مالا وأكثر أولادا. تعال تعال انظر إلى جنتي الجميلتين، إلى أملاك الكثيرة، ترى كل شيء ينطق بالحقيقة، الربح، العطاء، النعم، الخيرات، كل ذلك سيدوم لي، ولن يقطع الله عني كل هذا. وأما عن يوم القيامة الذي تخاف أنت منه، فأنا لا أظن أن هناك يوما كهذا اليوم. وإن كان هناك يوم يسمى يوم القيامة، فإن الله لم ينساني، فيعطيني هناك خيرا كثيرا أكثر مما أعطاني في هذه الحياة الدنيا. ألا تراه قد رزقني الآن، لا بد أنه سيرزقني في الآخرة أيضا. تابع ضحكه واستهزاءه أيها الأحبة، نظر إليه الأخ المؤمن وبكى، بكى شفقة عليه، أحب أن يصحح اعتقاد أخيه الكافر، أحب أن يهديه إلى الإيمان. قال بصوت الواعظ بكل رفق وحنان: يا أخي لا تكفر بالله، الله هو الذي خلقك، هو الذي رزقك الجنة والمال والأولاد، أتكفر بالله الذي خلقك في بطن أمك وجعلك طفلا ثم شابا قويا؟ أترى أن الله عاجزا عن خلقك مرة ثانية بعد أن تموت وتدفن في التراب؟ يا أخي الله أهون عليه أن يخلقك مرة أخرى، وليس شيء على الله صعبا يا أخي. اجعل هذا الكفر يزول من عقلك، وهذا الشرك يخرج من قلبك. يا أخي لماذا تشمت بي؟ لماذا تفخر علي وتتكبر؟ إن كنت أنا فقيرا لا أملك مثلك المال والولد، فإن لي نفسا غنية مؤمنة لا تتعلق بالدنيا ولا بزينة الدنيا. هذه الدنيا زائلة، المال لن يبقى، والأولاد سيموتون، وكل ما تملك من الأموال والجنان لا تعجب إن أزالها الله من الوجود، لا تستغرب إن جعل أنهار جنتيك جافة وجعل أشجار الجنتين يابسة. يا أخي إذا دخلت جنتك قل لا إله إلا الله، قل لا قوة إلا بالله، ابتعد عن الكفر فالكفر لن ينفعك، وآمن بقدرة الله وهو القادر على أن يرزقك وعلى أن يعاقبك أيضا في هذه الدنيا إن لم تعرف حق النعمة عليك. هذه النصيحة الحلوة قدمها الأخ المؤمن لأخيه الكافر. ماذا تتوقعون من الأخ الكافر؟ فقد ازداد كفرا وعناده، لم يلتفت إلى تطهير قلبه، فهل تركه الله دون عقاب؟ ستقولون لا، فجوابكم صحيح، لن يترك الله الظالم دون عقاب. كيف كانت العقوبة؟ ذهب الكافر يوما إلى بستان من أجل أن يزداد افتخارا واستكبارا في الأرض، ولكن يا لهول المنظر الذي رأى. ماذا رأى؟ ماذا حدث؟ لقد سقط مغشيا عليه من هول ما رآه. الأنهار قد جف ماؤها، والكروم قد يبست جذوعها وأغصانها، الزهر قد مات، والثمر قد سقط، لا حركة، لا حياة، لا بهجة، لا أمل، كل ما في الجنتين أصبح ساكنا موحشا، سقط على الأرض وجف حلقه، وضع يده في فمه، عض على أصابعه ندما، أخذ يصرخ يبكي يحزن على ما حل به، ولكن هيها لقد انتهت ساعة الندم،
انتهت ساعة التوبة، انتهى الجمال وذهب الخير وفني المال. أين فخارك يا هذا؟ أين استكبارك؟ أين كفرك وجحودك وإنكارك؟ كل ذلك لم يفدك شيئا وضاع مع ما ضاع. مهما صرخت ومهما بكيت، مهما تلطفت بكلمات فيها إيمان وندم عميق، فإن ما ستقوله الآن لن يفيدك بعد أن فارقتك الخيرات والنعم. تدرون ماذا قال؟ قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قالها نادما، لم ينفعه الندم، لم يكن له من ينصره من عقاب الله، وما كان منتصرا. هذه نهايته، وهذه نهاية كل من لا يعرف لنعم الله حقها عليه. اللهم لا تجعلنا من النادمين، اللهم كن لنا معينا على الإيمان. اللهم إن آتيتنا المال والنعم الوفيرة فعرفنا كيف نخرج حق هذا المال وحق هذه النعم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.